بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عرفتي علاش وقفت لي؟ أنا كنقلب من غير ذكية، كنجيب واش نقول للأخوات ولا نقول كاينين كاينين. إذا الأخوات العزيزات، الإخوة الأعزاء، السيد الرئيس والسيد النائب المحترم، السادة الرؤساء، السادة والسيدات المستشارين والمستشارات، الحضور الكريم، سعيد اليوم سعادة كبيرة أنني نتواجد معكم في هذا البيت العالي ديال الحاج عبد الرزاق الورزازي. سعيد لأنه هذه فرصة لنجسد لقاء اللي تم بيننا بعد ما في الواقع كانت كتربطو مع بعض العناصر ديال الحزب ديالنا علاقة وطيدة، لأن الحاج عبد الرزاق اللي معروف بأنه رجل ديال الخير، بأنه رجل ديال التواصل مع الناس، رجل ديال الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين، خاصة بهذا الإقليم ككل، بالعطاوية طبعا بالدرجة الأولى، لكن كافة جماعات الإقليم وصداع يصل، وزكية شاهدة على ذلك. أعتقد اللي كان عملية مرحب بها، لأن هي اللي مرحبا عمليا. كذلك زكية المريني اللي تكون مرشحة ديال الحزب، غنية عن التعريف، بدائرة إليز بمراكش، من واحدة من ثلاثة ديال الدوائر. يعني الصدى ديال العمل ديال الحاج عبد الرزاق يصل كذلك الى مدينه مراكش، في تواصله مع الناس ووقوفه في الشاده والفاده، في كافه ما يمكن ان يتعرض له المواطنون في كثير من جوانب حياتهم الشخصيه. لذلك انا سعيد حقيقه بانني نتواجد، لانه بالاضافه لهذا العمل ديال الخير والتوازن ديالو، له علاقات كما قلت مع كثير من الفعاليات ديال الحزب، ولما كنا في الحكومه كانت عنده علاقات خاصه كذلك مع شرفة الفيلان. عطيتي مليار عشتي. لما كانت مكلفه بها كذلك كانت عندنا رغبه اننا نجيبوا السي حسين الوردي، لكن السي حسين الوردي الوالده ديالو عيانه شويه فهو متواجد اليوم بالنظور، وشرفت كذلك عندها التزام انتخابي اخر فما تمكناتش انها تجي، ولكن جوجهم كيسلموا عليك وكيسلموا عليكم كاملين، وكيتمناوا لهذا الجمع ديالنا المبارك النجاح والتوفيق. احنا في حزب التقدم والاشتراكيه سعداء اليوم ان يكون لنا هذا التواجد الواعد بالنسبه لاقليم ديال القلعه السرانه، بحيث انه اليوم الجميع يعلم بان حزب التقدم الاشتراكيه بفضل كل ما جرى من توحيد ديال الطاقات، العمل الاساسي الكبير القوي المتين اللي كيقوم به الحاج عبد الرزاق منذ سنوات، ولكنه كذلك العمل اللي كيقويه يوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع، وحسب ما قال لي بلا ما ندخل في التفاصيل، حتى اليوم هناك عدد من الالتحاقات وعدد من الناس الذين اليوم صبحوا اعضاء معنا، واللي قرروا انهم يلتحقوا بهذا الركب ويترشحوا في جماعات مختلفه ديال الاقليم مع حزب التقدم الاشتراكيه. مرحبا بالجميع، هذا حزب مفتوح امام جميع مكونات الشعب، هذا حزب يعرف بانه حزب ديال المعقول، حزب ديال الجديه، حزب ديال الوفاء للكلمه، حزب ديال الوقوف الى جانب الناس في قضاياهم. هادشي اللي ذكرنا على شرفات ولا اللي ذكرنا على حسين الوردي هو ما قمنا به في مختلف اقاليم المملكه، وبكل تواضع شخصيا كذلك كان لي انني نقدم خدمات في هذا الاقليم في جماعات متعدده، القلعه كعاصمه ديال الاقليم، لكن كذلك عدد من الجماعات الاخرى شويه في العطاويه، ماشي بديك الدرجه اللي كان منتظر واللي كان مطلوب، ان كان يمكن نديروا اكثر من هذا الشيء، وفي الخير وامان ان شاء الله.
نتكلم على كل ما هو متعلق بالتهيئة الحضرية وبتحسين الفضاء ديال الجامعات وبخدمة عدد من الأحياء وإخراجها من الوضعية ديال سوء التنظيم وسوء التجهيز. هذه كلها أعتقد أنا كنسال أرقام كمال طاهري اللي رجع له كذلك ذكرني بانه تقريبا شي 30 مليار 30 مليار اللي تقريبا تمكنا اننا في السنوات اللي دازت بالخصوص بين 2011 و2016 بالخصوص اللي ضخيناها في هذا الاقع في هذه الجماعات المختلفه التي تنتمي لاقليم القلعه. هكذا هو حيث التقدم المشترك، هذا هو الفرق الكبير. احنا لا ناتي هنا في هذه المرحله اللي هي مرحله انتخابيه ونقول لنا وعود بالنسبه للمستقبل. احنا خدمتنا داله علينا وعلى ما نبتلوه، بمعنى ان رصيدنا اليوم موجود وموجود في اقاليم مختلفه. ربما كل ما غادرناش هذه الحكومه لاسباب سياسيه ما ندخلهاش اليوم ما غنرجعلهاش اليوم، كرا هناك فوائد اخرى اللي كنا نستطيع نحققوها، لكن اعتبرنا قبل سنتين الان بان هذه الحكومه بالنظر لعدم انسجامها وبالنظر لضعفها والكل يشهد بذلك اليوم لا داعي اننا نواصلوا فيها، لانه حتى سمعتنا حتى مصداقيتنا غتلطخ اذا استمرنا. فاليوم نحن نريد ان ندخل هذه الانتخابات بالرغبه اننا نخدموا مختلف الاوضاع المحليه والاقليميه اللي موجوده ونكونوا قوه حقيقيه وندفعوا اتجاه الفوز ان شاء الله في عدد من الدوائر من اجل تحسين الاوضاع بها، ولكن كذلك نريد ان تكون لنا الكلمه غدا في حكومه اللي كنتمناو انها تكون قويه، حكومه حقيقيه، حكومه المعقول، حكومة الخدمة، حكومة الجدية، حكومة اللي تقدم شي حاجة للمغاربة، ماشي حكومة اللي دوزت وقتها في المضاربات بين أعضائها، وحكومة اللي حقيقة الرصيد ديالها ضعيف، وقلتها في استجوابات عديدة، أضعف حكومة اللي دازت في المغرب هي هذه اللي احنا عايشين معاها اليوم، والجميع يعترف بذلك. ولولا الخطوات اللي دارت في عدد من المستويات من قبل صاحب الجلاله الله ينصرو لا كانت هذه الحكومه عمليا يعني غايبه تماما في جميع هذه المستويات. لذلك اليوم هذا هو الرهان. الرهان هو رهانات محليه. الرهان هو ان شاء الله نفوزوا بالمقعد. الرهان هو ان شاء الله نجددوا الثقه في الحاج عبد الرزاق الوزاري ويفوز ان شاء الله بالمقعد البرلماني. الرهان هو اننا نفوزوا بالجهه لا رئاسه لا رجالا ولا نساء. الرهان هو اننا نفوزوا باكبر عدد ممكن من الجماعات في دوائرها لكن كذلك في رئاساتها، وعندنا القدرات والحضور ديالكم اليوم والرؤساء اللي حاضرين والمستشارين اللي حاضرين كلهم مطوقين اليوم باننا معا بهذه القوه ان شاء الله يمكننا نشكلوا اول قوه سياسيه بالاقليم ديال القلعه السراغنه، وليس ذلك عليكم وعلى حزب التقدم الاشتراكي بعزيز، بامكاننا ان نصل الى ذلك. الرهان هو كذلك اننا ندخلوا للغرف بقوه، وهذه هي اول معركه اللي كتنتظرنا بعد اسبوع تقريبا من الان، اسبوع وعشر ايام من الان. فهذا هو الرهان اللي عندنا المحلي وان شاء الله غنفوزوا فيه. وبالطبع الرهان كذلك هو ان نفس هذا الشيء هذا يتكرر في عدد من المناطق، نتمناو انه يتكرر عندنا في مراكش ان شاء الله، وان زكية المريني اللي حاضره